وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة إسماعيل مسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. إذن يعني ما زالت هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بوجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بما طرحه جو بايدن. ما يعني ما الرأي الأقرب إلى صحة الواقع، وخصوصا أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يسوق ربما لما يعني ليس بالضرورة أن يعبر عما يريده بالفعل؟ صباح الخير للجميع. واضح جدا أن نتنياهو كان في أزمة، وبايدن ساعد بشكل كبير جدا على احتواء ما عنده في داخل المجلس أو في داخل الحكومة أو الشارع الإسرائيلي، وتحديدا يعني المتطرفين الذين لا يرغبون في موضوع الصفقة. والصفقة خرجت من تل أبيب وخرجت من كابينة الحرب وخرجت من نتنياهو نفسه، وبالتالي نتنياهو هو ما يقول ما يتحدث به في الإعلام شيء وفي داخل المجلس شيء. طبعا هذا لأنه بحاجة إلى تأييد كبير، وهذا يعني لاحظنا أن حزب شاس وحزب يهودات هتوراة الذين هم داخل الائتلاف الحكومي هم موافقون على هذه الصفقة. نعم. بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإجماع بقي سموتريش وإتمار بن جفير، وبالتالي هذه ليست معضلة أمام نتنياهو، بمعنى أنه هو يريد أن يعطيهم فرصة من جهة، ومن جهة أخرى هو يلعب على كل هذه الأوتار. بمعنى انظري إلى جنس على سبيل المثال. نعم. الذي أعطى مهلة للثامن من حزيران لم نسمع صوته لغاية هذه اللحظة. واضح جدا أن الصفقة هي موجودة من قبل الإسرائيليين وهي خرجت من نتنياهو إلى واشنطن، وبالتالي بايدن سهل هذه العملية. لكن على ما يبدو أن نتنياهو مرة أخرى يريد أن ينفد، أو على الأقل هو يريد أن يخرج بأقل الخسائر بهذه الصفقة، ويبحث عن مخرج استراتيجي لبقائه في داخل السلطة أو في داخل الحكم. ومن هنا نجد على سبيل المثال بأن إسرائيل تريد أن تنتظر رد حركة حماس، علما أن حركة حماس بعد خطاب بايدن بساعة تقريبا أعلنت بشكل واضح أنها تتقبل بإيجابية تحت بند ما قاله بايدن بأنه وقف لإطلاق النار الدائم. وبالتالي هنا تبقى المعضلة، هل يقصد بايدن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من 42 يوم؟ هل هذا هو كان المقصود؟ إذن الأمر بحاجة إلى تفاصيل. وبهذا بالأمس كان هناك جولات مكوكية من قبل الإدارة الأمريكية ومنسق الشرق الأوسط، وهناك كان ضغط عربي غير مسبوق وضغط دولي للدفع باتجاه بالمضي قدما. وكان بالأمس بالدوحة والقاهرة، وتحديدا بالدوحة كانت اجتماعات مغلقة مع رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري وبالحديث مع حركة حماس. وبالتالي لعل وعسى أن تقريب وجهات النظر، لأن بايدن تكلم عن ثلاثة مراحل فيها نوع من الغموض. نعم. وحق حماس أن تقول بشكل واضح، هل إسرائيل تريد وقف لإطلاق النار في نهاية هذه عملية المراحل الثلاثة؟ هذا سؤال مشروع، وبالتالي من حقها، لأن نتنياهو يتلاعب وما زال لغاية هذه اللحظة يتلاعب. المفاوضات تجري تحت النار، ما زال يقول بتصريحات بأن هذا أمر ما زلت أطالب النصر المطلق وأنه يجب تحقيق الأهداف إلى آخره. يبدو أنه يريد أن يحظى بأكبر تأييد لهذه الصفقة، والدليل على ذلك أن رئيس مجلس الأمن القومي ساحي هنجبي حين قابل الأهالي الأسرى المحتجزين قبل 4 أيام أو 5 أيام. نعم. تقريبا قال بشكل واضح جملة هامة الإشارة إليها، قال نحن بحاجة إلى تأييد، والحكومة ليست لديها تأييد لهذه الصفقة. ومن هنا كان الأهالي محتجين بأن نتنياهو ما زال، إذن نتنياهو يبحث عن تأييد لهذه الصفقة من أجل أولا أن يخرج من هذا المأزق، ثانيا هو يريد أن يقول للمعارضة
ولجنت ولليبرمان وليائير لبيد وحتى لسموتريش وإتمار الذين يطلقون تصريحات نارية هو يتركهم متى يريد. نتنياهو يستطيع أن يطوع الاثنين، لكن في نهاية الأمر حتى وإن تفككت هذه الحكومة فإذا هو سيحصل على العديد من شبكات الأمان بضمانات بأن يستمر في الحكم. برأيك هل سوف سينجح ربما بنيامين نتنياهو من الخروج بأقل الخسائر من هذه المرحلة، وخصوصا أنه يحاول يعني كما يقال يعني يضرب ثم يهرب ويقدم بعض التلويح وبعض التصريح وبعض التلميح؟ يعني هناك تناقضات كثيرة فيما يتعلق بالموقف ما بين بعض الأحيان يشير إلى أنه فعلا هناك يعني احتمالية لقبول هذا أو ما يطرح، وإن كان هناك ملاحظات، وفي وقت آخر هناك حديث عن يعني احتمالية التصعيد في شمال فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني إلى أين قد نكون أقرب؟ أي السيناريوهات نحن أقرب إليها ربما فيما يتعلق بتفسير ما يفعله بنيامين نتنياهو؟ باعتقادي أن البيت الأبيض تحت الطاولة ضغط بشكل كبير على نتنياهو بأنه يجب وقف لإطلاق النار، ويجب أن تهيئ الشارع وأن تهيئ الحكومة وأن تهيئ المشهد الداخلي، من أجل أن بايدن ليس مستعدا أن يدفع ثمن تكلفة موضوع الرئاسة، ونحن نشهد بقي 6 أشهر تقريبا على الانتخابات، والكل يعلم جيدا أن الحزب الديمقراطي في 6 ولايات يعني وضعها كارثي، وبالتالي نتنياهو الآن هو يبحث عن هذه المخارج بطريقة على الأقل، بالإضافة إلى أن الإنجاز الحقيقي الذي يراد منه في رفح أو في قطاع غزة لم يستطع الحسم، وهذه قضية أصبحت الآن عاجز الجيش الإسرائيلي وكل تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية تدفع باتجاه الذهاب إلى صفقة، وأن موضوع اليوم التالي هي التي صفقة معضلة أمام نتنياهو في داخل الحكومة التي هو يراد منها لخلق أزمات. إذا نتنياهو يحاول، أما فيما قضية الجبهة الشمالية كلما تصعد نتنياهو في قطاع غزة فإن إسناد حزب الله يكون أكثر، ولاحظنا في الفترة الأخيرة قواعد الاشتباك توسعت بسبب الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل، بالإضافة إلى ميزان قوة الردع لحزب الله ودقة الأهداف التي تعالت، وبالتالي الحرائق هي التي حركت المسؤولين السياسيين بداخل إسرائيل وأظهرت الطابع الميزان القوة الردع. ومن هنا باعتقادي بأن مسألة حل قطاع غزة تتحل كل الجبهات أو الساحات الخارجية، وهذا الإدارة الأمريكية تعرفه جيدا، حتى أرسلت رسالة إلى نتنياهو قال لا داعي للتصعيد، علينا أولا أن ننهي موضوع قطاع غزة والذهاب إلى صفقة فإن الأمور كلها سوف تكون محلولة، وبالتالي كل هذه الجبهات تتصاعد مع تصاعد قطاع غزة، وبالتالي هي تشكل إسنادا، وهذا أصلا يساعد نتنياهو أكثر بإقناع المتطرفين أو بإقناع الذين لا يرغبون في عملية الصفقة أو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يعني إضافة إلى ما أشرت إليه أستاذ إسماعيل، يعني هناك توجه لربما زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350,000، بالإضافة إلى رفع أو التلويح برفع مستوى الطوارئ تخوفا من جبهة لبنان، وبالتالي يعني هل هذه محاولات حقيقية للتنبيه والاستعداد لما قد يحدث أم أنها أيضا مجرد مناورات؟ طيب دعينا، لا هنا عاملين، العامل الأول لأقلب السؤال بطريقة تانية، حين يدخل نتنياهو في عملية الصفقة وبالتالي تتم هذه الصفقة سيكون نظر العرب
ونظر الفلسطينيين ونظر الجبهات ونظر كذا أن هذا انتصار ساحق لحركة حماس وانتصار ساحق لكل المقاومات، إذن يتخوفون من الضربات الاستباقية. بقيت هناك معضلة في الجبهة الشمالية، بمعنى 80,000 مستوطن لم يعودوا إلى بيوتهم، كيف سيتم الإعادة؟ هناك بعض المناطق الموجودة، إذن الموضوع ممكن أن يتصاعد لاحقا. هناك أحاديث في داخل إسرائيل بأن بعد الانتهاء أو أن تصبح جبهة غزة جبهة ثانوية وتتحول إلى جبهة رئيسية، وبالتالي هذا كله وارد. بالإضافة إلى تريد إسرائيل أن تقول أن هذه هيبة الردع وأن ميزان، وبالتالي كلها تأتي في سياق التهديدات. نعم. يعني انظر إلى يؤاف جالانت وهيرسي هليفي الذين طوال الوقت يهددون وسنهدد وسنعيد لبنان إلى العصر الحجري وسوف لن نجعله موجود وسوف نرجعه إلى نهر الليطاني. كل هذه التهديدات تأتي في سياق ميزان الردع، بمعنى أن إسرائيل ما زالت لديها هيبة، وبالتالي أن سوف نحضر 50,000 إضافة إلى 300. هذا كله يعطي انطباعا أولا للمجتمع الإسرائيلي بأن الجيش ما زال متماسك وأن إسرائيل لديها الاستمرارية وأن لديها استعدادية بأن تحارب جبهة أخرى في الجبهات. هذا كله يأتي في سياق الحرب النفسية الإعلامية التي هي تلعب دورا أساسيا في المنطقة. نعم، دعنا ننتقل إلى جبهة قطاع غزة. هناك تصعيد متواصل، هناك عودة للحديث عن أن الجيش الإسرائيلي سوف يبقى في مدينة غزة والشمال ولا يعود إليها كلما يعني تطلب الأمر. هذا ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، منذ أمس وحتى اللحظة ما زالت هناك عدد من التوغلات في مناطق المغازي، البريج، بالإضافة إلى شرق دير البلح، والعمليات العسكرية تتصاعد وتتزايد في هذه المناطق، في شرق خان يونس أيضا ورفح. هناك يعني على ما يبدو تصعيد مقصود في هذه المناطق. واضح جدا أن المقاومة الفلسطينية يعني تستعيد قوتها وتظهر يعني تظهر المواجهة الضارية مع الجيش. وانظري على سبيل المثال، نحن نتكلم عن 7 ألوية في داخل قطاع غزة، يعني فرقة تدخل وفرقة تخرج، لواء يدخل ولواء كذا، نتكلم عن تقريبا ما يقارب حوالي 140,000 جندي موزعون بشكل كبير في داخل القطاع غزة. وهناك يعني ما زالت مخيم جباليا التي يعني صمدت لأكثر من 20 يوم تقريبا، وكانت مواجهة لوحدها جباليا، قتل فيها 10 من الجنود، ثم تحولت الآن إلى المغازي المخيمات. وهنا المخيمات واضح جدا أن المخيمات المغازي والبريج الذين الآن يتم استهدافهم بشكل كبير، واضح أن المقاومة الفلسطينية تتنقل من مكان إلى مكان، وبالتالي تعطي نصب الكمائن والاستدراج والفيديوهات التي يتم بثها عبر الفضائيات يؤكد مدى قوة المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها المختلفة. هذا يعطي انطباعا بأن المقاومة ما زالت على الأرض تتكلم، وبالتالي المفاوضات الآن هي عمليا تجري على الأرض. نعم. بقوتها، وبالتالي لم تحسم، وبالتالي ما زالت مستمرة وما زالت تعطي وتقدم وتواجه، والجيش ما زال يعاني، وأعداد القتلى ترتفع وأعداد الإصابات ترتفع والعديد من الشكاوي. وهناك واضح جدا أن المقاومة الفلسطينية تتمتع بذكاء حرب العصابات غير مسبوق في تاريخ البشرية كلها. وهذا يعطي انطباع للجيش بأن لا يمكن، إسحاق بريك قالها بشكل واضح، لا يمكن الحسم عسكريا، لا يعقل أن الجيش يقتل كل شخص هو عضو في حركة حماة. إذن نحن بحاجة إلى 3 إلى 5 سنوات تقريبا لإنهاء هذا، يعني نتكلم عن نصف القطاع تقريبا الذين يؤيدون حركة حماس أو المنتمون لحركة حماس، وبالتالي هذه الحركة تتصاعد. ما الذي ممكن أن يخسره القطاع غزة الآن؟ نعم. هم في حالة التجويع، هم في حالة الدمار، لا ماء، لا كهرباء، لا مساعدات، لا خيم مثل بطانيات، يعني هناك حالة مأساة
مأساة متكاملة ونزوح، نتكلم عن أكثر من مليون نزحوا، هناك عائلات نزحت 20 مرة و30 مرة و40 مرة و50 مرة والبعض. وبالتالي لا شيء يخطر قطاع غزة سوى أن يصمد بكرامته وأن يرفع يعني الحالة المعنوية بالرغم من الهول الموجود والإبادة وسلاح التجويع ومنع المساعدات هنا وهناك ودخولها يعني بشكل شحيح، إلا أن المقاومة ما زالت تواجه، وهذا ما يؤكد صلابة الموقف السياسي الذي ينبع من الأرض وصمود الأهالي في قطاع غزة. هذا جزء لا يتجزأ من الحرب الدائرة الموجودة، وهذا إن دل على شيء خروج اللواءات واللواء والفرق 98 و 36 و 156 وكل الفرق بغض النظر عن مسمياتها، هذا يعني أن المواجهة ما زالت قائمة وأن الصواريخ والقذائف والأسلحة بمختلفها والعبوات التي يتم إطلاقها، وفعلا الجيش يعني يعبر. انظر على سبيل المثال ماذا قال أحد الجنود، وفي جريدة هارت تم تعليقه، قال دخلنا بيوت لا يوجد إلا بيت وفي توجد صورة المسجد الأقصى. هذا تعبير عن انتماء لقدسية النضال وقدسية التحرير وقدسية الإيمان والعقيدة التي يؤمنون. لا شيء يخطره الآن في قطاع غزة سوى الصمود والكرامة. نعم هذا صحيح. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس المحتلة الأستاذ إسماعيل مسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية.